الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لكم في أيام هذا الشهر وأن يعيننا فيما تبقى من أيامه. وقفتنا في هذه الحلقة مع عبادة شريفة من الأعمال الصالحة في شهر رمضان، ألا وهي الاعتكاف. والاعتكاف هو لزوم المسجد مدة لطاعة الله سبحانه وتعالى على صفة مخصوصة بنية، وأقله على الراجح من أقوال أهل العلم ليلة أو نهار. فمن دخل المسجد عند الفجر ونوى الاعتكاف إلى المغرب فهذا اعتكاف، ومن دخل عند المغرب ونوى الاعتكاف إلى الفجر فهذا اعتكاف. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في رمضان يلتمس ليلة القدر، فاعتكف صلى الله عليه وسلم 10 الأيام الأول من رمضان، فأتاه جبريل عليه السلام وقال له إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف 10 الأيام الأوسط. فأتاه جبريل عليه السلام فقال له إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف 10 الأواخر. وما زال صلى الله عليه وسلم محافظا على الاعتكاف في 10 الأواخر حتى مات صلى الله عليه وسلم، واعتكف الصحابة من بعده، واعتكف أزواجه من بعده. هنا سؤال: هذا العام لا نستطيع الذهاب إلى المساجد، فهل نعتكف في بيوتنا؟ الجواب لا، وإنما الاعتكاف في المساجد. ماذا نفعل؟ أقول لك يا مسلم، من كان معتادا على الاعتكاف فإنه في هذا العام يكتب له بإذن الله ما كان يفعله في الأعوام السابقة، ومن لم يكن معتادا على الاعتكاف في الأعوام الماضية لكنه هذا العام نوى صادقا جازما أن يعتكف وحبسه العذر، فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يكتب له أجر ما نوى، فيبشر بالاعتكاف وهو في بيته. المهم النية الصادقة الجازمة. أسأل الله عز وجل أن يزيل الغمة، وأن يرحم الأمة، وأن يرفع هذا البلاء، وأن يسر قلوب المؤمنين باجتماعهم في مساجد الله عز وجل، عاجلا غير آجل. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.